مشاهدينا أهلا بكم. تداول مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي أمس رسالة منسوبة للبنوك المحلية تحذر من استخدام بعض مواقع الشراء والتسوق أو دفع الفواتير عبر شبكة الإنترنت. وحول هذا الموضوع أجرى فريق حساب قطاع الأخبار والبرامج السياسية في تطبيق إنستغرام اتصالا هاتفيا مع مستشار أمن المعلومات والجرائم الإلكترونية الأستاذ رائد الرومي، الذي أوضح الآتي: حول ما يتم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي عن رسائل تحذر الناس من استخدام التطبيقات، وان البنوك هذه قاعد تحذر الناس من استخدام التطبيقات هذه في التعامل الاونلاين. ما سمعنا لي اليوم اي تحذير رسمي من البنوك في هذا الخصوص. ثاني شيء ان هذا الخبر يشوبه صراحه الكثير من علامات استفهام، لان هذه التطبيقات تعتمد على روابط بينيه ما بينك انت وما بين البنك، اللي هو رابط الكينت. فانت لما تبي تشتري اي منتج من هذه المواقع دائما يوديك عند صفحه خارج التطبيق، فبهذه الصفحه انت راح تحط فيها كل بياناتك البنكيه وتتم عمليه شراء خارج منطقه التطبيق. إذا التطبيق او البرنامج ما عنده اي معلومات بنكيه بخصوصك. لذلك اللي نحب احنا ننصح فيه دائما في هذه الاحوال انه لا تقوم في اي عمليات من خلال الانترنت، عمليات شراء توقف العمليات هذه لما تتضح رؤيه من البنك عن سبب الخلل. ثاني شيء راجع حساباتك ودقق على حساباتك بحذر، وبلغ البنك اذا اكتشفت اي عمليه صايره لك، وحاول انك انت تغير كلمه السر الكرت، والله يحفظ ان شاء الله.